اجتمعوا في فعالية لمناهضة خطاب الكراهية في وسائل الإعلام. كانوا يدركون أن الحقد والكراهية قد تجسد وأصبح سلوكا يوميا تمارسه الميليشيا بحق القاطنين في مناطق سيطرتهم، لكنهم ربما لم يكونوا يدركون أنهم قد يصبحون ضحايا هذا البلاء الذي حل باليمن. ربما كانوا يرون في استقلالهم وسعيهم المحمود في التخفيف ومكافحة الأوبئة التي تنشرها الميليشيا حماية لهم، علاوة على أن نشاطهم المدني هذا مدعوما من قبل منظمة اليونسكو، وهي منظمة مرموقة معنية في جزء من نشاطها بالثقافة والآداب، وهي علوم تهدف في مخرجها الأساسي للتأصيل لمفهوم السلام، السلام الذي غادر اليمن لدخول الميليشيا إليها. الحديث هنا عن أكثر من 20 صحفيا جمعتهم فعالية صباحية في أحد فنادق العاصمة صنعاء، لكن الفعالية المدنية دوهمت من قبل جهاز الأمن القومي التابع للميليشيا، واعتقل جميع الحاضرين بأساليب مهينة وفجة. وبعد ضغط إعلامي أفرجت الميليشيا عن بعضهم، بينما أبقت على الصحفيين أشرف الريفي وعادل عبد المغني دون أسباب أو تهم، غير أن هذين الاثنين كانا ضمن من حضروا الفعالية. يوما بعد آخر تمعن الميليشيا في التضييق على السكان القاطنين في مناطق سيطرتها، كثيرون يرون أن هذه المحافظات تحولت إلى سجون كبيرة تسورها الميليشيا بالخوف وبالاعتقال والقتل.